جينا حنا جينا على كرانا اللي بغينا حنا جينا جينا على كرانا اللي بغينا كمون حقوق الحقوق ضمن ذروق كنطلبوا حقنا نحتجوا كنطلبوا حقنا كندخلوا عند المسؤول تيقول لكم راه صافي راه درنا لكم طلب راه دابا اخر المسار دخلنا عند سيد العامل جلس معنا سيد العامل شوف واحد اللجنه من الرباط اش كطالبوا كنطلبوا كرانا وحنا لحد الان مازال ما كاينش شي خرجنا من داك الحوار بدون نتيجه ما قالوا لنا راه غنعطوكم ولا ما غنعطوكم ولا انت بغيت تشدوا ولا انت بغيت تشدوا خرجنا حتى نسولوا النواب تيقول لك حنا ما عرفنا بحالنا بحالكم خرجنا بما عرفنا اش قالوا اشنو كاين دابا جينا حنا نسولوا اشنو كاين داك النهار طلبنا حقنا وطلبنا كرانا يقول لنا شنو كاين انتم نعطوكم يحددوا معنا ماشي يضحكوا علينا حنا ديالنا الدوينة الدوينة ديالنا وكيضحكوا علينا كل عام كتحكوا دافعين من شهر ثلاثه 8 شهور 9 شهور عادي وحنا دافعين في اوراقنا سربيو 15 يقول تخلصوا 15 20 يقول تخلصوا ايوا صافي لا السيد العام كيكذب علينا والسلطات تكذب علينا راه يلاه يلاه ما بقاتش ثقه السيد هذا اللي عنده 110 110 وتيتسنى ديالو كيتسنى حقه واش هاد السيد بغا يدرك ولا ما يدرك العام اللي جاي يقول له بغي نعطوك بغي نعطوك واش بحال هاد السيد واش بحال هاد الشاب واش بحال هاد الشايب هاد الراجل هاد الشيب واش بحال هذا كيدي له بلاد محنه ولا كيجيو اه باغا يحقه قال لك اليوم يهزانا منهم هاد السيد هذا راه الجدود ديالو كانوا تيتصرفوا في هذيك الارض قبل ما تدخل فرنسا المغرب قبل عام 1912 وجا المهندس بونيفاس في عام 1935 راه لقى هاد السيد بديالو تيحرك بالخيل وبالبغال وبالحمير وبالمقر كانوا غير الزواج هما اللي كانوا وبهذيك الوقت وهاد الناس تيتصرفوا الى اليوم تقرعت لهم بلادهم بدون حق واش بحال هذا يتقرع عليه الحق ديالو وبحال هاد الناس كاملين اللي واقفين هنا راه كلهم سلاليين وكلهم فدائيين وطلبوا بالحق ديال محمد الخامس بالرجوع للمغرب وتخرج عنا الاستعمار ولكن هاد الشيء اللي داروا لنا هاد الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله حنا ما بنا تكره بنا غير بلادنا يعطونا غير بلادنا الله يهنيهم بهذوك الفلوس غير يدوهم يعطونا بلادنا كما خرجونا منها ردونا لها الله يهنيهم غير ياكلوا الفلوس والسلام عليكم والله ينصر صاحب الجلاله الله ينصر صاحب الجلاله الله وبركاته على الاخوة. راه انا الوالد ديالي راه كان مقاوم ايام الحرب ديال الاستعمار وحرد وجاب العسكر وحرد الاراضي هنايا ودابا جاو الشلابيه اللي كيقبضوا الملايين وكيضحكوا علينا كيمثلوا علينا وحنا تلحنا حنا اللي ولاد هاد البلاد تلحنا واللي جا من قلت جا قبض تيضحكوا علينا حنايا هنا ديالنا اللي ضربنا فيهم تمارة وقدناه كل سهوبة قدنا وقد الوالد وقد وكل شيء الناس السلاليين تلاحوا للصدقة وجا البراني وشدوا وجا البراني اللي جا وشدوا واخا كنا مغاربة كل واحد يشد ديالو الله ينصر سيدنا راه حنا ضايع علينا حنا في هاد البلاد كنا في الاجتماع مع سعادة العام المحترم مع سعادة باشا ومع سعادة القايد وسعادة سي أحمد شغل القروية كنا معاهم في الاجتماع واللجنة اللي جات من الرباط صرحت بأن هو الفلوس اللي جاو من الرباط راه باقي في تاروزات راه ما ولاوش للرباط وخصهم يتعتاو لمواليهم تصرح بها اللجنة وقالوا من دابا 10 أيام ولا هذا 12 يوم راه الفلوس راه بغينا نخرجوهم لماليهم اليوم شهر هذا وزياده ما كان واخا غير ريال وكل يوم كان اجتماع وما كانت لي حاجه وفلوسنا راه هما ضاعوا الى عند الله راه ضيعوا وبلادنا راه خدام فيها التنهيد كامله من قبل وبحر وخدام فيها المعسره وهذا الشيء اللي كاين السلالي راه ما في حاله السلام عليكم انا واحد من الناس ديال الجماعه السلاليه لاهل مدينه تارودان اللي مازال كيعانوا من مده 2011 وكيعانوا لحد الان
حقيقة ما كنكرو الناس ديال موداك فيهم اللي استاف فيهم اللي مازال ما استاف، وهاد الناس عطاهم شي وعود ما عرفناها وعود صحيحة ولا وعود زائفة، كيقولوا بأن هاد الناس غادي يقولوا لهم، كيقولوا هاد الناس بعدوهم بأن على كل رأس عام عامين غادي يودوا لهم الوجيب ديال الكرا الناس ديال موداك، بمعنى أن الناس اللي عند الأراضي ديالهم كاينة عند السيد القباش المكرية. القباش دائما كنمشيو عندو كيتبرى كيقول بان هاد الناس هادو راه كيخلص هو ما معني بالامر. هادي من ناحيه. اما بالنسبه للجماعه السلاليه، الرساله اللي بغيت نبلغ وكما كيسمعوا السلاليين، الا قلت هاد الكلمه حق يقولوا نعم، قلت هاد الكلمه ماشي حق يقولوا لا، لان الجماعه السلاليه لاهل دردان راه جماعه وحده ما فيها الفرق لا موضاك ولا البلديه. نعم ولا ماشي نعم؟ واش نتوما وحدات؟ نعم سلالية وحدة. بالنسبة لنا حنايا نعم سلالية وحدة. بالنسبة للناس اللي هي الأرض ديالهم في البلدية، تنقول أنا اغتصبتها البلدية، ماشي داتها عن رضا خاطرهم ولا وقع لهم شي واحد ولا عطاهم شي واحد ولا باع معاهم شي واحد. هادشي داروا هاد الناس وقادوا وتقوا. بالفعل كاينة شي ناس اللي اتصلت بربعة المليون وخمسة وعشرين ألف ريال. كاينه شي ناس اللي اتصلت بربعة المليون و25 الف ريال، هاو ما حاضرين هنا. اتصلت بها نعم سيدي انت ولا لا؟ اتصلت انت ب 24، كاين هنا اللي اتصل بربعة المليون؟ اييه. اتصلت بها انت؟ نعم. هاد ربعة المليون ديال كاش، هاد الارض هادي راه كتباع 55 مترو ب 18 20 25 مليون المترو. ال 50 مترو هاد الناس اللي عطاهم راه ما عطاهم شيء، وكاينين الناس حاليا اللي دافعين الدواسه ديالهم راهما عند السيد القايد المقاطعه ديال النديم، راه ما شافوا لا حلال ولا حرام. الى حد الان راه الدواسه ديالهم راه مدفوعين هذه مده ديال سنه، ما كاين اللي قال لهم لا طلاله لا خبر جانا. هاد الناس هادو راقبوا هنايا كيبلغوا الرساله ديالهم السيد المسؤول على الاقليم اللي هو السيد العام المشكور من هذا المنبر انه يتدخل ويشوف هاد الشيء هذا. اما حتى هاد الشيء الجدريه اللي عطاو لديال البلديه راه ما كافيه، راه مازال كاين نضال ان شاء الله. راه الجامعه السلاليه لاهل تاتولد ديال تردان كطالب لكل شخص، لكل شخص واخا هما تيقولوا بغا يجمعوا العائله، حنا كنقولوا كل شخص ورخيصة باش كل واحد يشد البقعة ديالتو بوحدو. وغادي نظمو نحي سلاليين مدينة تارودان، ما يتمحاش الأثر للسلالة ديال تارودان بشي سمية أخرى، بينها تبقى مأرخة دائما وأبدا. والرسالة كنبلغها للسيد المسؤول اللي هو السيد عام لجلالة الملك اللي مسؤول على الإقليم، وأول واحد خصو يتدخل. راه عياو الناس، كاين شي خرجوا عندهم قول لهم واش كاين، ما كاين شيء قول لهاد الناس وجي لها السلام عليكم ورحمة الله عندكم شي حاجة تما. وراه كاينة ناس دفعت الدواسة هاد الأرض هادي ديال البلدية اللي تغتصبت لهم بالقوة، وكنتحمل المسؤولية ديال هاد الكلمة بالقوة رغم أنها قانونية مكتوبة، ولكن كاينة التفاهات تما وكاين مسائل. هادشي راه حنا عرفناه وشفناه، هاد الناس هادو بغاو يعرفوا اش كاين. والبلدية راه الناس ديال الجماعة البلدية اللي شدوا هاد 4 المليون هادي راه ما قدتهم ما دار فيهم والو. قدتك انت؟ لا ما دارش. قدتك انت؟ قدتك انت؟ اش دار فيكم هاد 4 المليون؟ انا بعدا كاع اللي كنهضر شخصيا راه مازال ما شديت حتى فران، راه ورقنا تما راه شي فران ما شدينا والو. لا لا حلال ولا حرام. السلام عليكم. ورسالة للناس الشرطة. واش معنى عصا؟ واش معنى عصا في عندو سطح؟ واش معنى عصا؟ كبارات انا عندي 3500 راه خلصوا خلصونا بالكرا وكاين الناس يدخلوا للسبيطارات. دكتور ونص اللي عندي انا عطيت بها 4 مليون 12 ريال. ولكن الاراضي دابا 100 متر كتسلم للموظفين ديال البلديه واللي بغاو كيسلموا لهم الاراضي 6 مليون، 100 متر 6 مليون. وحنا ثلاثة دفعات ونص، زيادة،